مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. رياح البوارح نشطة خلال فترة العصر، غبار موسمي على سواحل جازان، وأيضا سحب رعدية على جازان وأبها. مشاهدينا فاصل ونواصل. أما الخرائط الجوية التي تمثل سرعة الرياح، فنلاحظ أن هناك نشاط على الرياح السطحية في المنطقة الغربية والجنوبية الغربية، كذلك المنطقة الشرقية، وبالتالي هناك إثارة لبعض الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء حارة نسبيا إلى حارة، وفي الرياض الصغرى المتوقعة 32 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة، يوم غد الأحد أجواء حارة في النهار وحارة نسبيا في الليل، العظمى 44 والصغرى 32، الاثنين أيضا أجواء حارة في النهار والعظمى 44 وحارة نسبيا في الليل والصغرى 31، ويوم الثلاثاء أجواء حارة نهارا وحارة نسبيا ليلا، العظمى في الرياض 43 والصغرى 30 درجة مئوية. الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق المختلفة: إسكاكا 40-29، تبوك 37-27، عرعر 40-28 درجة مئوية. والمناطق الغربية أجواء حارة: المدينة المنورة 40-31، جدة 40-32، مكة المكرمة 42-31، الطائف 31-24 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا، والباحة 29-21، أبها 30-21، جازان 36-33 درجة مئوية. المناطق الشرقية أجواء حارة: حفر الباطن أجواء حارة ومغبرة 43-32 مع نشاط للرياح أيضا، والدمام 42-34، والإحساء أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 46-34 درجة مئوية. المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض أجواء حارة في النهار، حارة نسبيا في الليل، حائل 38-29، بريدة 42-31، والرياض 44-32 درجة مئوية. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، نتمنى للجميع أوقات سعيدة، وشكرا لمتابعتكم، ونترككم في أمان الله.